ومن شرقي المحافظة قبل جنوبها وغربها، فقد شهدت قلعة شيروان الأثرية بقضاء كلار توافد السياح من محافظتي ديالى وصلاح الدين خلال أيام عيد الفطر المبارك. وقد طالب الوافدون الحكومة الاهتمام بهذه المعالم وخاصة الطرق المؤدية إليها كونها إحدى واجهات البلاد السياحية. كروان زنجنا والتفاصيل. قلعة شيروان الأثري يعتبر أحد الأماكن التراثية والسياحية في قضاء كلار، يتوجه إليها السكان من مدن صلاح الدين وديالى في أيام المناسبات الدينية والوطنية. احنا من شيخ بابا جايين هنا يعني نتنفه على نتنفه مال جوال العيد على قلعة شيروان. قلعة شيروان شوي يعني أثرية قديمة، وجاي هنا الكلار متعاملهم يعني كل الزين حلو. جاي هنا يعني نتنفه يعني مال العيد، وأي عيد يعني احنا نجي هنا يعني مناطق حلوه يعني مفتوحه وحلوه يعني نتنفه هنا على قلعة شيروان قرميان، مناطق حلوه ونجي هنا نتنفه وتعامل حلو كلش حلو. عادي عادي ماكو اي اشكال، يعني كردي عربي مسيحي تركماني ماكو اي اشكال، يعني ماكو اي يعني ماكو واحد تعرضنا وقال يعني انتم يعني عرب او فتشي، كله يعني احنا كله يعني منطقه واحده، يعني ماكو عربي كردي ماكو اي شيء. الاجواء حلوه في كردستان، انا من منطقه الشيخ بابا جلو لا جاي اتونس في كردستان كلار على تراث قلعة شيروانة مناطق شيخ بابا ما بيش تراث ويش مناطق حلوة، فهنا جاي كلار تونس على تعامل درجة أولى مال السيطرة حلو، أسلوبهم طيب ونشكره احنا جزيل الشكر، واحنا والشباب الحلوين جاي تونس جاي قاضب سيارة وجاي تونس وياهم. بارك الله بكم ورحمة الله وبركاته. يرى المواطنون بأن اهتمام الحكومة على المناطق السياحية والأثرية ضرورية جدا، بالأخص وجود طرق جيدة تساهم في زيادة السواح لهذه المناطق. لفضائية صلاح الدين، كاروان زنجنا، قضاء كلار.